أحسن الله إليكم، ذكرتم في الدرس أن السجلات التي كتبتها الملائكة تعرض على اللوح المحفوظ، فلا تخالف، فكيف نوفق بين أن الإنسان مسير أم مخير؟ الإنسان مسير أو مخير هذا ليس بنص شرعي، بل لا يعرف عن أهل العلم، وأنا ذكرت هذا في كتاب المختصر في القدر، كذلك في المعتبر، أن هذه المسألة لا يقال أن الإنسان لا مسير ولا مخير، وإنما يقال الإنسان له إرادة ومشيئة، ومشيئته وإرادته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. ثم كون الإنسان له إرادة هذا لا يتعارض مع الكتابة الأزلية التي كتبها الله، لأن بعض الناس يتصور أن الله كتب أعمال العباد وسلبهم الإرادة حتى يعملوا ما كتب، هذا غير صحيح. الله عز وجل علم قبل أن يعمل الناس ما الذي سيعمل، فكتب ما الذي سنختاره وما الذي سنفعله بناء على علمه السابق، لأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها كعلمه بها عند وقوعها، فهو علم أن هذا يؤمر وينهى، هذا يختار كذا وهذا يختار كذا، فكتب أعماله. ولكن من حكمة الله أنه لا يحاسبهم على هذه الكتاب حتى تقوم الحجة عليه، لأن الآن نقول كيف يكتب أنه شقي يحاسبه، تكون حجة لهم، فالله عز وجل يحاسبهم على ما سطرت الملائكة من كتبهم. فإذا هذه الظن عندما يظنون أن الله عز وجل كتب ثم حملهم على ما كتب وسلبهم الإرادة غير صحيح. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنا أذكر مثال ولا بأس بذكر المثال، وهذا يدخل في قياس الأولى كما هو معروف. قلت يعني لو أن أحد المدرسين لديه طلاب، وقبل نتيجة الاختبار قدر لسابق علمه بهؤلاء، مع أن هذا قياس ليس تمثيلي من كل وجه، وإنه من باب أولى، فهو بناء على علمه السابق بالطلاب قدر أسماء الراسبين وأسماء الناجحين، ثم أعطاهم أوراق الأسئلة واختبرهم وصحح بكل عدل، فجاءت النتيجة مطابقة للتقدير، فهل هذا المدرس مذموم فيما قدر ولا ممدوح؟ ممدوح، لأنه ما أخذ الورقة التي كتبها قبل الاختبار ورسب بناء عليها. هذا علم المدرس علم ظني ما هو يقيني، قدر أن هذا مجتهد سينجح وهذا مقصر سيرسب، ورب العالمين يستوي عنده علم الغيب والشهادة، علمه بالشيء في الأزل أنه سيقع يعلمه عند وقوعه كما وقع، وهذا من كمال علم الله عز وجل. الناس اليوم لا يتصور الإنسان أنه يعلم الشيء قبل أن يوجد، هذا لدينا الآن غير معقول، ولكن الله عز وجل يعلمه أنه سيقع. ولكن الغيب بهذه المناسبة فيه تفصيل، الغيب على قسمين، غيب زماني وغيب مكاني. كثير من مدعي الغيب يلبسون على الناس بسبب هذه المسألة. فالغيب المكاني هو ما غاب عن هذا المكان الذي نحن فيه الآن، ما غاب عنا هو غيب بالنسبة لنا، لكن هل هذا غيب مطلق؟ لا، هو غيب عنا وهو شهادة في حق من شهد هذا. فإذا الغيب المكاني هنا ليس هو غيب مطلق، ولهذا عندما يلبس بعض الجن ويخبرون ببعض الأمور المغيبة، رجل مسافر يخبره بما صنع أهله بعده وما جرى في بيته، فيظنون أنهم يعلمون الغيب، هذا ما هو غيب، وإنما هو غيب جزئي بالنسبة له. ولهذا الآن لو اتصلت بالهاتف تعرف أخبار أهلك في ذلك المكان البعيد، فهذا ليس هو الغيب المطلق الذي اختص الله بعلمه، وإنما هو غيب جزئي يغيب عنا ويعلمه أهل المكان، هذا الغيب المكاني. الغيب الزماني على ثلاثة أقسام، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، وبينهما علم الشهادة، يعني ما شهده الإنسان. الغيب الماضي في الزمن الماضي ما هو غيب مطلق، هو غيب عنا، ولكنه شهادة بالنسبة لمن شهد ذلك الزمان،
ولهذا قد يوجد الآن بعض الجن يخبرون عن أمور قديمة ويظن الناس أنهم يعلمون الغيب، هذا ليس هو الغيب، لكن الغيب الذي في المستقبل، علم ما في غد هذا لا يعلمه إلا الله، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجوده كعلمه بها عند وجودها، ولكن لا يحاسبهم على هذا. فهذا جواب لسؤال الأخ. أما قضية الإنسان مسير أو مخير، لا يقال أنه مسير ولا يقال أنه مخير، نقول أن العبد له مشيئة والرب له مشيئة، ولا تنفذ مشيئة العبد إلا أن يشاء الله عز وجل. أحسن الله عليك شيخنا. لو قال مثلا أنه مسير ومخير، مسير في أمور ومخير في أمور، ما يقال هذا لفظ لم يرد به النص، ومع يعني تقدير لمشايخنا في من العلماء الكبار ما قال هذا، لكن هذا أنا تتبعته في كتاب ممتاز. ليس هناك نص في أن الإنسان مسير ومخير، بل أنا ذكرت من الأدلة على القول بأن الإنسان مسير. اللي قال بعض المشايخ قالوا هو مسير في المصائب التي تنزل، ومخير في الطاعات والمعاصي. حتى المصائب ما يقال انه مصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهنا النصوص تبين أن هذه المصائب التي قال فيها بعض العلماء المصيبة أنت مسير فيها، تبين أنها بسبب أنفسكم. وقال بعض السلف حرمت قيام الليل 6 أشهر لذنب أصبته. إذن هنا نصوص تدل على أن المصائب التي تصيب الناس أنها قد تكون من أنفسهم. وكذلك في مقابل هذا الآن هم يقولون مخير في الطاعة والمعصية، وهذه فيها إجابة للشيخ بن عزيز بن باز، للشيخ بن عثيمين، للشيخ بن حميد. لكن أنت إذا عدت هذه المسألة إلى الأدلة، الآن يقولون هو مخير في شيء مسير، مخير في الطاعة والمعصية. طيب الطاعة والمعصية أنت مخير تخير كامل، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه النصوص ما وردت أنك مخير، أنت لك إرادة، لا يسلب العبد الإرادة والمشيئة كما يقول الجبرية، وليس له إرادة مطلقة، ولكن جمعوا من هذين اللفظين التنظير بين القدرية والجبرية. فهل نقول أنه مسير كما يقول الجبرية، أو نقول مخير كما يقول القدرية؟ هنا جاءت الشبهة، فأصبح بعض الناس يقول مخير ومسير. صاحب الحق غير ملزم أن تختار إحدى الإجابتين، لا نقول مخير ولا مسير. وكذلك فيه إجابة لشيخ الإسلام، يعني هذه الكلمة ليست في عصر شيخ الإسلام وإنما جاءت بعد ذلك. فكان شيخ الإسلام سئل عن بعض الكلمات القريبة من هذه، فقال لا يقال هذا ولا هذا. هذا هو الصحيح فيما أعلم. وقفتم شيخنا على من أول من أطلقها من المسيئة؟ ما وجدت أول من أطلقها، يعني لقد ظن الشيخ بن حميد وهذا الشيخ عبد العزيز، ما وجدت لها أصل قبل هؤلاء، كأنها نشأت متأخرة. وأجاب العلماء، لكن بعد الرجوع أنا ذكرت كثير من الأدلة على المسألة، وأن الأولى أنه لا يقال هذا. يعني اللفظ هذا مثل الألفاظ المجملة، ايوه لفظ التأثير، هل الإنسان مؤثر أو غير مؤثر؟ شيخ الإسلام قال لا يقال هذا ولا هذا.